خوتي اخواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. موضوع اليوم الاخوان، موضوع ديال تربية النعجة. صراحة الاخوان يعني دومين صعيب شوية وفي نفس الوقت يعني مزيان، يعني غير توفر الشروط صراحة تيكون مزيان. من اهم الشروط الاخوان في تربية النعجة هو اللوكال، يعني تكون البلاد كل كوري، تكون سكنة مزيانة، يكون كل شيء يكون مفور لك، كل شيء الحمد لله يكون موجود بما فيها تا الأعلاف على حسب المنطقة اللي انت فيها. سلالة تم حديث الإخوان أحسن السلالات، اقتصادية في العلف، اقتصادية في كل شيء الحمد لله، وتتأقلم في جميع المناطق. يعني صراحة نجا ولا الخرفة في ماديتها الحمد لله في أنحاء المغرب تتصدق. كما قلنا الإخوة، الموضوع اليوم ديال تربية النجا، واش نشري خروفة مكبرة على يدية ولا نشري نعجة كبيرة ثنية ولا رباعية ونكسبها، واش نشريها والدة؟ هنا الإخوان أنا بحكم التجربة ديالي من الأحسن نشريها تكون كبيرة، ثنية رباعية سداسية ولا جموع على حساب المنطقة اللي أنا فيها. وإذا كانت تبارك الله الخير موجود والبلاد متسعة والربيع موجود، واخا نديها تشرفة ماشي مشكل. هنا الإخوان يعني فاش تدي نعجة كبيرة تتستافد من العام الأول ديالك، تتستافد ومن الأحسن دير فحل يكون مزيان تبارك الله، فحل حتى هو يكون نفس سلالة، مش يعطيك سلالة وحدة ويعطيك خروف برقي أصيلي. ومن غرض الإخوان من نعجة خصني نكسبها وتعطيني خروف ولا خروفة يعني من العام الأول. يعني في هذه الحالة ديال الإخوان نقدر نشريها إما ضارة ولا والدة، يعني في كلتا الحالتين مزيانة. ومن بعد الإخوان يعني خص ضروري تكون مجدية العلف ديالها قبل ما تولد بواحد شهرين هكا، كل شهر خصها تعلف باش النعجة تكون شادة راسها، باش بحيث تولد الخروف يعني تشدو وتشبعو متلقاش انت معاه شي مشكل. هنا الإخوان اللي اعتمدتي على النعجة كأساس يعني باش تعيش معاها وتعيش معاك، يعني هذا هو الدخل الرئيسي ديالك، خص الإخوان تكون عندك فوق 80 نعجة، يعني تدير واحد لا موين ديال فوق 80 نعجة، من 80 الفوق. وضروري الإخوان خص يكون شوية ديال اتساع على حساب، يعني في الأول تكون عندك 80، فاش تتولد راه ضروري غادي تكاثر، إلا ولدتك 60 ولا 80 راه تيولي عندك 120، إلا كانت عندك 80 غيولي عندك 160 راس، كانت عندك 60 يعني تضرب في جوج. وبالنسبة للإخوان تا السلالة ديالنا تبارك الله تاهي راه تتساوي، إلا كانت تبارك الله النعجة مهلية تبارك الله واكلة مزيان غتعطيك تبارك الله توام وتعطيك خروف نقي. والخروف الإخوان راه يعني إذا كان واكل مزيان وراضع مزيان راه تبارك الله راه تيكبر تيعطي نتيجة تبارك الله، يعني نتيجة متتصورش. خروف تبارك الله تيكبر ويعطي الميزان ويعطي العلو. ومن الأحسن الإخوان يعني بالنسبة للخروف يتحيد على أمه على 3 شهور ولا 4 شهور، تفرقوا على أمه باش تا النعجة ترتاح. ومن بعد واحد 15 يوم ولا شهر ولا في ديك لا بيريود اللي تكون راجع تبع ولدها، الا ما نفعتش ما زادش الحولي فاش تحيد لها الخروف، من بعد واحد 15 يوم شهر تعاود تهز الحولي. وضروري خصك تكون في البلاد ديالك دير واحد التنظيم في الراعي، يعني لغنى مرة تكون عندك رسمية ماشي تتشوف ترعى غير شهر ولا شهرين، يعني راه تتشوف الدوام العام كامل، توجد لها بزاف ديال الحوايج، توجد لها العلف، تقسم البلاد ديالك على الرعاية. ضروري هاد المسائل ضروري خصك دير بحسابهم
لان الغنم الدور بها العام، ماشي كما قلنا غاتي تسرح في 3 شهور ولا 4 شهور ديال العيد ولا. وبالنسبه للخروف الاخوان، من الاحسن يعني ولد النعجه ديالك الدور به العام، من الاحسن اذا كان الانسان عنده يعني الكافي عنده باش يضرب، عنده باش يشري العلف، ما يبيعش الخروف، يجربه ويجربه حتى العيد. يعني غادي يكون واحد الربح يعني باين 200%، غادي يبان لك 200%. ديك الساعة انت تتبقى في العيد، يعني ضروري غتوجد الخروف للعيد، وتتبقى بينك وبين المستهلك، بينك وبين العياد، وعلى حساب عاوتاني شوف السعر ديالك انت والمسائل، والانسان تيبقى تابع السوق. هذا ما كاين الاخوان، نتمنى يعجبكم فلوك، تحياتي لكم، اخوكم رعين القلم باطلس متوسط، يحييكم من نواحي مدينة ازرو. انا كيما شفتو معنا هاد اللقطات الاخوان ديال النعجة وديال الخروف ديال الحوالة، ني منطينا لكم هاد الفيديو هذا. انا الاخوان التالي تبارك الله، هذا البركة على الخير، هذا راه في الوقيتة ديال الخريف. هذا الفيديو كان مصور في شهر سعود، تقريبا شهر سعود فاش نصور هذا الفيديو. خروف مليح تبارك الله، الله يسخر المولى. هذا كنت سمعتو لواحد متتبع تا هو، الله يسخر ليه. كنت محفظ حد تبارك الله، راه مازال عنده كاس باغي يكسب العيد، الله يسخر الجميع.